الحمد لله خلصنا الدورة الأخيرة. أستاذ محمود طبعا كان معانا طول الوقت. امتحاننا دلوقتي فيها سؤالين سئلت فيهم، في سؤالين سئلت فيهم، أستاذ محمود طبعا قال لي لا أنت مش هتستاذ كده، يعني معنى كده المركز هنا ما بيسيبش حد غير ما بيعلمه، وكمان الدورة مجانا، يعني حتى الإعادة مجانا، لو هتعيد مرة واثنين وثلاثة، المهم اللي أنت هتطلع من المركز من هنا هتكون فاهم كل حاجة. ده اللي حصل قدامي وده اللي انا شفته في المركز، وده هو طبعا هنسلم الشهادات. مش هيسيبك غير لما تكون كامل الخبره. ده اللي انا شفته في المركز، هم ناس محترمه، اللي هم هدفهم بس رقم واحد ان انت تطلع متعلم. وكمان في فرص شغل مقدمها لنا، يعني في فرصه شغل في شرم الشيخ، ناس كتير راحت تتوظف من اللي كانوا معانا، اللي هم نجحوا وجابوا درجات كويسه. طبعا اللي لسه مستواهم ضعيف دول هيعيدوا تاني لغايه ما يتأهلوا ويشوفوا مركز صيانه، او هو يشتغل مع نفسه او يشتغل تبع المركز هنا في الكورس. شكرا.